الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. صدق الله العلي العظيم. سمعتم مرارا عن الخطباء الكرام وقرأتم في مصادر كثيرة أنه عند مولد كل واحد من المعصومين 14 صلوات الله عليهم كانت تنزل أعداد كبيرة من الملائكة، آلاف مؤلفة، عشرات الآلاف. قبل المولد الشريف وفي وقت الولادة وبعد الولادة. لماذا هذه الأعداد الكبيرة من الملائكة كانت تنزل؟ ما الهدف من ذلك؟ عادة ما الناس يفسرون هذا الحدث الملائكي الكبير بأنه تعظيم لمقام ذلك المعصوم، تبجيل، تجليل. صحيح، لا شك في ذلك، هكذا عدد كبير من الملائكة تنزل لاستقبال هذا المولود، هذا تبجيل، هذا تجليل، هذا تعظيم، تقدير لذلك المعصوم، هذا شيء لا شك فيه. ولكن هل يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط لأجل التعظيم؟ إلى أحداث والحوادث في هذا الكون العادي
ناهيك عن ذلك الكون الملائكي. الأحداث مرتبطة بأمور كثيرة. الأرض تدور بأي هدف؟ ما هي فوائد؟ ما هي الأهداف من دوران الأرض؟ ملايين الأشياء. حدث عادي في هذا الكون. فكيف بهكذا حدث ضخم، والحدث هذا حدث ملائكي في عالم الملائكة، هذا يكون له أثر واحد فقط؟ لا، آلاف من الأهداف وراء ذلك، ملايين من الأهداف وراء ذلك. لعله إحدى أسباب نزول الملائكة عند مولد أي معصوم من أي واحد من المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، أن الدنيا بحاجة إلى تهيئة، بحاجة إلى تمهيد لاستقبال هذا النور. يعني ماذا؟ شخصية مرموقة كمثال مادي دنيوي بشري ضعيف، ولا مقارنة ولا قياس، شخصية مرموقة جدا تريد أن تذهب إلى مكان من دون إمكانيات، مكان فقير جدا في دار الفرش غير موجود، ناهيك عن الكراسي الكذائية، ناهيك عن الجو المريح، ناهيك عن التكييف، ناهيك عن الطعام الجيد والشراب الجيد، ما موجود. هذه الشخصية تريد أن تذهب إلى ذلك المكان. قبل أن يذهب هذا الشخص، مجموعة يذهبون يرتبون الأجواء لاستقبال هذا الشخص، يجعلون مجموعة من الكراسي، يذهبون ببعض الأطعمة المناسبة، الأشرب المناسبة، الجو التكييف الكذائي، الرائحة الكذائية، حتى يكون المكان مناسبا لهذه الشخصية. الدنيا دار ضعيفة، عالم اسمها عليها دنيا، عالم داني، عالم ضعيف الإمكانيات، عالم بمستوى رديء. هذا العالم يريد، هذا العالم بهذا الوضع يريد أن يستقبل هذا النور الإلهي، يتمكن؟ يحتاج إلى ترتيبات، يحتاج إلى تمهيد. إخواني، سمعتم هذه الرواية الشريفة من الخطباء الكرام مرارا وتكرارا، أنه عندما حان وقت رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله عند لحظة الاستشهاد، قبل ذلك جبرائيل ذهب ليهيئ الجنان، جنان، الجنان بحاجة إلى تهيئة لاستقبال نور رسول الله. الجنان، ذلك العالم الرفيع العلوي الضخم الذي فيه الإمكانيات الكبيرة، فكيف بهذا العالم الداني؟ هذا لا يحتاج إلى تهيئة لاستقبال هذا النور. ولذا كانت الملائكة من أصناف مختلفة، من فئات مختلفة تنزل. القضية ليست مجرد تعظيم، هي تعظيم تعظيم، ولكن القضية تهيئة، ترتيبات. هذه الدنيا تحتاج إلى مكملات، إلى أشياء تجعل فيها حتى تتمكن هذه الدنيا أن تستقبل جسما فيه روح. هذا الجسم جسم علوي، هذا الجسم كما في الروايات الشريفة مخلوق من أعلى عليين. ناهيك عن تلك الروح، تحتاج إلى تهيئة، الدنيا تحتاج إلى تهيئة. جزء من هدف من نزول الملائكة قبل مولد المعصوم، حين مولد المعصوم، بعد مولد المعصوم، تهيئة، ترتيب. الأمر بحاجة إلى ترتيبات.
بعد آخر لنزول الملائكة عند مولد المعصومين عليهم الصلاة والسلام، حاجة الملائكة أنفسهم. عالم الملائكة بأمس الحاجة إلى هذا النور ينزلون ليأخذوا قبس من نور هذا المعصوم، ليأخذوا الشم من رائحته. الملائكة عندها ارتباط وثيق على طول الخط مع هذا المعصوم. ليلة القدر الملائكة مع سيدهم جبرائيل، مع ما هو أعظم من الملائكة وهو الروح، تنزل على هذا المعصوم. هذا المعصوم هو سر استمرارية الملائكة في دورها. الملائكة لها دور كبير، والمدبرات فالمدبرات أمره، الأمور بيد الملائكة، الملائكة تدبر الأمور. هذا يحتاج أن تكون الملائكة في درجة عالية من العصمة. أي خطأ صغير قد يربك كل الكون، الكون مترابط. من الذي يدير، من الذي يدبر هذا الكون؟ الملائكة. هذه الملائكة تحتاج أن تتصل بمخزن العظمة، مخزن العصمة. الرواية الشريفة قرأتها لكم قبل لعله سنوات في قضية الغدير. الملائكة إحدى أهم الأمور في عالم الملائكة العصمة. عصمة الملائكة كما في الحديث الشريف كرامة لمحمد وعلي صلوات الله عليه. تعطى العصمة للسنة القادمة من الغدير إلى الغدير الثاني، في كل سنة تجدد لهم هذه العصمة كرامة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الملائكة عندها شغل مع هذا المعصوم. تنزل، كل ملك ينزل يأخذ شيء من نور هذا المعصوم، رائحة طيبة من هذا المعصوم لفئته. الملائكة عندها شغل لأنفسها. تتنزل الملائكة، تنزل الملائكة عند مولد المعصوم لكي ترتبط، لكي تتمسح بهذا المعصوم. وجوانب أخرى هذا الموضوع نتركه إلى هذا الحد، الموضوع طبعا طويل، وجوانب ثانية أيضا تستفاد من الروايات الشريفة. نقطة أخرى فيما يرتبط بمولد النبي صلى الله عليه وآله، هذه النقطة نقطة تاريخية طبعا لها دلالاتها. عند مولد المعصومين عليهم الصلاة والسلام، مولد المعصوم شيء راقي جدا روحانيا، شيء جدا جدا عظيم. ما كان يحضر أي شخص بشري دنيوي عند مولد المعصوم، حتى المؤمن الخالص الإيمان العظيم الإيمان ليس بمستوى هذا الحدث، هذه الواقع، هذه الحادثة التي تحدث مولد المعصوم، فما كان يحضر. عموما سمعتم، تسمعون، قرأتم في مولد المعصوم ما كان يحضر أي شخص بشري دنيوي. الذين كانوا يحضرون من هم؟ شخصيات سماوية، مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، هذه النماذج، شخصيات سماوية. الحور العين، شخصيات يعني خدم الجنة، الملائكة، هؤلاء كانوا يحضرون. أما شخص بشري دنيوي ما كان يحضر إلا في مولد النبي صلى الله عليه وآله. حضر من البشر شخصية، وليست هذه الشخصية إلا السيدة فاطمة بنت أسد أم المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها السلام. حضرت، هذا استثناء عجيب، السيدة فاطمة بنت أسد حضرت عند السيدة آمنة بنت وهب، ورأت عندما ولد النبي صلى الله عليه وآله، رأت ذلك النور الذي ملأ ما بين الشرق والغرب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحديث الشريف مذكور في الكافي الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أنا رأيت بعض الكتاب للأسف
كتب أنه عندما ولد النبي صلى الله عليه وآله سطع نور ملأ ما بين مكة والمدينة. الرواية لا تقول ما بين مكة والمدينة، الرواية تقول ما بين الشرق والغرب. الرواية موجودة في الكافي وغير الكافي طبعا، كنموذج الكافي الرواية موجودة. فجاءت إلى سيدنا أبو طالب سلام الله عليه، دخل إلى الدار فخرجت إليه فاطمة بنت أسد، بشرته وبشرها. لا علينا، الشخصية الوحيدة التي حضرت في شخصية بشرية دنيوية حضرت في مولد معصوم هي السيدة فاطمة بنت أسد. ولا عجب طبعا، السيدة فاطمة بنت أسد هي الأم الثانية لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما عبر النبي صلى الله عليه وآله بهذا التعبير. السيدة فاطمة بنت أسد هي أم أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالمناسبة، في خطبة رائعة إحدى روائع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خطبها لعله بعد النهروان، في مقطع منه الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: أنا محمد ومحمد أنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنا من محمد ومحمد مني. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية المباركة: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أم أمير المؤمنين هي أم رسول الله، لأن أمير المؤمنين هو نفس رسول الله بنص الآية المباركة وأنفسنا. نقطة ثالثة، ورد في الصحاح العام عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد، اللهم صل على محمد، إلى أن يقول، يذكر أسماء له إلى أن يقول: وأنا الحاشر، يحشر الناس على قدمي. هذه النقطة نقطة معرفية مرتبطة بمعرفة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية الشريفة حسب هذه العبارة المذكورة في الصحاح العام. يفسرون هذا المقطع من الحديث، يقولون: يحشر الناس على قدمي، يعني يحشر الناس بعدي. نحن لا ننكر هذا المعنى، أن الناس يحشرون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا المعنى موجود مذكور في روايات شريفة أخرى أيضا، ولكن هذه العبارة تفيد هذا المعنى؟ النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول هذا المعنى؟ العبارة لا معنى، ظاهر العبارة ليس هذا المعنى. يحشر الناس على قدمي يعني يحشر الناس بعدي؟ لا، العبارة لها معنى ثاني. الكلمات كلمات عربية واضحة، البعض لا يريد أن يتقبل هذا المعنى فيغير تفسير هذه الكلمة. فسر الكلمة كما هي. الكلمة غامضة؟ لا، ليست غامضة. ثم ثانيا، كلمة الحاشر التي حسب هذه الرواية، هذه الكلمة اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله. كلمة الحاشر اسم فاعل، الحاشر ليس هو الذي يحشر الناس بعده، الحاشر هو الذي يحشر الناس، هو الذي بيده حشر الناس، بيده إحياء الناس لإرجاعهم إلى عالم القيامة. المعنى الظاهري لهذه الكلمة هذا. الحاشر يعني ماذا؟ الحاشر اسم مفعول أو اسم فاعل؟ الحاشر اسم فاعل على وزن فاعل، الذي يحشر، هو الذي يحشر، هذا معنى الكلمة.
المعنى ليس سهلا على البعض. هو يحشر، هو المسؤول عن حشر الناس، يعني بيده إحياء الناس، ليس إحياء شخص، إحياء كل البشر، كل من يحشر، الجن حتى الحيوانات التي تحشر. وإذا الوحوش حشرت، الحاشر، هذا المعنى صعب على البعض. طبعا هذا ما يوجد في مصادر العامة. ومما يدل على هذا المعنى أنه في بعض صحاحهم ورد العبارة هكذا: وأنا الحاشر يحشر الناس على يدي أو على يدي. المعنى وعد أوضح. هذا ما هو موجود في صحاحه. في مصادرنا الحاشر اسم لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا فرق، كما قال أمير المؤمنين: أنا محمد ومحمد أنا. اللهم صل على محمد. الحاشر هو رسول الله أو الحاشر هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله، نفس واحدة. سؤال: الآية المباركة تقول أن الذي يحشر الناس هو الله عز وجل، إن ربك هو يحشرهم، أنت جعلت شريكا لله عز وجل والعياذ بالله، جعلت رسول الله شريكا لله، من الذي يحشر؟ الآية تقول الله، أنتم تقولون رسول الله يحشر. أولا نحن ما قلنا، هو رسول الله قال صلى الله عليه وآله، الرواية عني، الرواية كلام النبي صلى الله عليه وآله، كلام النبي حاشا له، مناقض لكلام الله عز وجل، حاشا لله. افهم، اعرف كيف تجمع بين كلام النبي صلى الله عليه وآله وبين الآية القرآنية. وجه الجمع جدا واضح. أنا يعني حقا أحيانا أستغرب عندما أقرأ عبارات لبعض الناس لا يستوعبون وجه الجمع. وجه الجمع جدا واضح، هناك شخص بيده كل الأشياء في حياتنا، هذا الشخص يجعل شخصا آخر مسؤولا. يا أخي، رئيس الوزراء يجعل وزيرا مسؤولا على جانب، الوزير يجعل بلا تشبيه طبعا، الوزير يجعل في جانب مما يرتبط بمهمته وواجباته يجعل شخصا مسؤولا عن جانب معين، وكيل وزارة في هذا الجانب. القضية جدا واضحة، ليست غامضة. الله عز وجل هو يحشر، نعم الله عز وجل هو يحشر، والله عز وجل جعل المسؤول على الحاشر رسول الله، جعل المسؤول على الحشر أمير المؤمنين صلوات الله عليهم وآلهم. اللهم صل على محمد. القضية واضحة، القضية لا تحتاج إلى تفكير كثير. ومما يدل على ذلك بوضوح، أنت تقرأ آية قرآنية، اقرأ بقية الآيات حتى تفهم المعنى. قرأت آية عن الحاشر، إن ربك هو يحشرهم، وأقرأ آية ثانية عن الحاشر، الله عز وجل في آيات قرآنية عديدة يقول نحشره، نحشره، ليس أحشره. المتكلم وحده أحشره، المتكلم مع الغير أنا وغيري، على الأقل شخص واحد معي، معي ليس بالضرورة يعني في رتبتي في عرضي، لا، لعلي أنا جعلته. نحشر فعل متكلم مع الغير، يعني يتكلم الشخص عن نفسه، مرة أقول أنا جئت، مرة أقول نحن جئنا، مرة أقول أنا أأتي، مرة أقول نحن نأتي. نحشر، وهذه الكلمة وردت في آيات عديدة قرآنية في الحاشر، بالنسبة للحاشر نحشر الله يقول، في آية قرآنية أخرى يقول حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، حشرنا ليس حشرته، المتكلم وحده حشرته، المتكلم مع الغير حشرنا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الآية هي تقول الله عز وجل جعل مسؤولا. اقرأ تلك الآية، تلك الآية ليست منافية مع هذه الآية، تلك الآية تبين أن الأمور تنتهي إلى الله عز وجل، حال ذلك حال الإحياء، حال ذلك حال الإماتة، حال ذلك حال الرزق، حال ذلك حال الخلق.
الله عز وجل مرة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، مرة يقول قل يتوفاكم ملك الموت. هذا ليس منافا لذاك. الله يتوفى نعم، ولكن الله عز وجل جعل مسؤولا. الله عز وجل هو الذي يحيي الموتى. مرة يقول عيسى ابن مريم يقول وأحيي الموتى بإذن الله، أحيي عيسى ابن مريم يحيي، ليست مشكلة. الله عز وجل هو الرازق. الآيات القرآنية العديدة تقول ارزقوهم، أنتم ارزقوهم، أنت رازق، ليست مشكلة. أنت الله عز وجل أعطاك القدرة للرزق ويأمرك بالرزق. الله عز وجل هو الخالق، نعم هو الله عز وجل يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن يوجد خالقون. الآية القرآنية عيسى ابن مريم يقول أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أخلقه من الخالق؟ الله. عيسى ابن مريم أيضا خالق، نعم خالق، الله عز وجل أعطاه القدرة للخلق. القرآن يقول لا، أنا أقول الله خالق، وعيسى ابن مريم يقول أخلقه، يستعمل مادة الخلق، القرآن يقول عنه. القضية سهلة، ولكن بحاجة، لا أقول بحاجة إلى تفكير، أصلا القضية واضحة افهمها. رسول الله هو الحشر، نعم رسول الله هو الحشر، مسؤول، المسؤول الكبير. لا أقول رسول الله يباشر، النبي صلى الله عليه وآله عنده ملايين لعله أو آلاف مؤلفة، لا ربما ملايين أو أكثر من الجنود من الملائكة ليباشروا الإحياء، ولكن رسول الله هو المسؤول لإحياء الموتى، إرجاع الموتى إلى عالم القيامة. الحشر بيد النبي صلى الله عليه وآله، بيد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. القضية سهلة، نعم النبي هو الحاشر، أمير المؤمنين هو الحاشر. النقطة الأخيرة، أقرأ لكم حديثا شريفا، الحديث طبعا طويل، أقرأ لكم مقاطع سريعة من الحديث الشريف. حديث قبل أن أقرأ لكم هذا الحديث الشريف، إخواني الملائكة تريد، تحب أن تدافع عنك أنت أيها المؤمن ضد الشياطين. الشياطين تريد أن تغوي الإنسان المؤمن، الملائكة تريد أن تدافع عنك وتحاول أن تدافع عنك، ولكن جزء من القضية عليك. بعبارة أخرى أنت تتمكن أن تساعد الملائكة وتقوي الملائكة ضد الشياطين. عجيب، أنا أتمكن؟ نعم أنت تتمكن. قضية تهذيب النفس قضية لها تأثيرها، موضوع هذا. قضية الأجواء الدينية لها تأثيرها. أنا أريد أن أقرأ لكم هذا الحديث الشريف. أنت تتمكن أن تقوي الملائكة ضد الشياطين لكي لا يتمكنوا من إغوائك، من أخذك والعياذ بالله إلى الموبقات المحرمات. كيف؟ هذا الحديث الشريف يبين جانبا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بسرعة أقرأ الحديث، أخذ منكم دقائق. قال صلى الله عليه وآله ألا فاذكروا يا أمة محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اذكروا من؟ محمدا وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا أمة رسول الله اذكروا رسول الله وآله، فاذكروا يا أمة محمد محمدا وآله عند نوائبكم وشدائدكم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، لينصر الله بهم ملائكتكم، بهم برسول الله وأهل البيت، لينصر الله بهم ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكم. انصروهم. كيف؟ فإن كل واحد منكم معه ملك عن يمينه يكتب حسناته، وملك عن يساره يكتب سيئاته، ومعه شيطانان من عند إبليس يغويانه، فإذا وسوس في قلبه، افعل هذا الحرام فيه لذة، إن شاء الله بعدين فيما بعد تتوب، إن شاء الله تشملك شفاعة، تزيين طرق الشيطان الشياطين. فإذا وسوس في قلبه ماذا يصنع هذا المؤمن؟ ذكر الله
وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد. إذا قال ذلك حبس الشيطانان، هذه الكلمة تحبسهم تكبلهم. ثم سار، أو في بعض النسخ صار، إلى إبليس، يذهب هذان الشيطانان إلى إبليس، فشكواه، يقولان لإبليس، يشكوان من هذا المؤمن، فشكواه وقال له: قد أعيانا أمره، لا نتمكن أن نغوي، فامددنا بالمردة. فلا يزال إبليس يمدهما بالمردة حتى يمدهما بألف مارد، فيأتونه، فكلما راموه ذكر الله وصلى على محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لم يجدوا عليه طريقا ولا منفذا. اللهم صل على محمد وآل محمد. المردة وهؤلاء الشياطين يذهبون إلى إبليس مرة ثانية، قالوا لإبليس: ليس له غيرك، أنت تعال، نحن لا نتمكن عليه. الرواية جدا لطيفة. قالوا لإبليس: ليس له غيرك، تباشره بجنودك فتغلبه وتغويه. فيقصده إبليس بجنوده، فيقول الله تعالى للملائكة: هذا إبليس قد قصد عبدي فلانا أو أمتي فلانة بجنوده، ألا فقاتلوهم، أيها الملائكة قاتلوا هؤلاء الشياطين. فيقاتلهم الملائكة إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: فلا يزالون الملائكة يخرجونهم، يخرجون الشياطين، ويقتلونهم بها، ويأسرون إبليس. الشياطين يقتلونهم، إبليس الكبير يأسرونه، يأخذونه. إبليس يرى أنه لعله الآن يقتلونه، ويأسرون إبليس، فيضعون عليه تلك الأسلحة، أسلحة معينة مذكورة في الرواية الشريفة. فيقول إبليس: يا رب، وعدك وعدك، قد أجلتني إلى يوم الوقت المعلوم، ما صار الوقت المعلوم، هؤلاء يريدون أن يقتلوني، الحق علي، قد أجلتني إلى يوم الوقت المعلوم. فيقول الله تعالى للملائكة: وعدته ألا أميته، ولم أعده ألا أسلط عليه السلاح والعذاب والآلام، أنا وعدته أن لا أميته، أما وعد أنه لا أسلط عليه الآلام والسلاح والعذاب، لا، هذا الوعد غير موجود. استشفوا منه ضربا، اضربوه حتى استشفى. استشفى عندما الإنسان يضرب شخصا أو يقتل حتى يرتاح نفسيا، هذا يسمى استشفاء في ضرب الشخص. استشفوا منه ضربا بأسلحتكم فإني لا أميته. فيثخنونه بالجراحات ثم يدعونه، فلا يزال سخين العين، سخين العين سخونة العين مقابل قرة العين، فلا يزال سخين العين على نفسه وأولاده المقتولين، ولا يندمل شيء من جراحاته إلا بسماعه أصوات المشركين بكفرهم. ذاك يبرئ جراحاته. فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، بقي على إبليس تلك الجراحات إلى أن يقول صلى الله عليه وآله في المقطع الأخير: فإن أردتم أن تديموا على إبليس من سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله.
اسم رسول الله هكذا يصنع، هذا اسمه. أبارك لكم، نحن لازلنا في أجواء عطرة لمولد مولانا وسيدنا رسول الله سيد الأولين والآخرين ومولد الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه أجمعين. أبارك لكم هذه الأيام السعيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.